كريس روك يا جماعة يخرج عن صمته. يب كلنا عارفين ان السنة الماضية تقريبا كريس روك اخذ له كف على وجهه من ويل سميث، وما يحتاج اسرد لكم تفاصيل القصة، كل شيء موجود في قناتي على اليوتيوب لو تحب تشوف تفاصيلها. يعني ويل سميث اعتذر مرة ومرتين وثلاثة واربعة، واعتقد الى يومنا هذا هو ما زال يعتذر، ولكن كريس روك كان قليل الكلام كثير الصمت. قبل كم يوم يا جماعة طلع كريس روك في برنامج ستاند اب كوميدي على نتفليكس، ولعله اخرج ما في جعبته من صمت وانفجر، وقال تقريبا كل شيء في خاطر. وبالتأكيد يا جماعة كريس روك كلامه كان كله وما زال في إطار الكوميديا، ما زال مؤمن إن الموضوع مرة تافه وأخذ أكبر من حجمه، وإن ويل سميث أخذته العزة بالإثم وبالغ في ردة فعله. ولعل أبرز النكت اللي رماها كريس روك في هذا البرنامج قال إنه استمتع بكل ضربة أخذها ويل سميث في آخر أفلامه. أما ويل سميث انضرب يا وجيه، قلت لك يا عزيزي الوجيه الموضوع كله استهبال ونكت. ويل سميث مثل في فيلم السنة الماضية اسمه أمانسبيشن، وكان يؤدي دور عبد أفريقي وتعرضه للضرب والتعنيف وال مطاردة. فجلس كريس روك يطقطق على هذه الجزئية، واعترف كريس روك بكل شفافية وقال أي نعم أنا انصفعت على وجهي، وقتها إذني كانت تصدر صوت طنين من قوة الصفعة، ولكن أنا وأمي ربوني إني ما أتضارب قدام جمهور أبيض. برضو عزيز الوجيه جابها بطريقة كوميدية وما زال يسولف على إنه الموضوع كوميديا واستهبال. عموما أنصحكم جدا أنكم تابعوا الحلقة، موجودة كاملة على نتفليكس. أنا تابعتها وما كان عليها ترجمة مش عارف ليش، ولكن نتفليكس جالسة تجرب تقنيات جديدة وبرامج بث مباشرة وكذا، ويفترض إنه هذه الحلقة تم بثها بشكل مباشر على نتفليكس، ولاحقا تم عرضها مسجلة، ويفترض إنه الترجمة بتكون متاحة في أي وقت. غالبا موجود الترجمة حاليا، أول ما تدخل نتفليكس راح تلاقي الحلقة غالبا في وجهك، أو ببساطة ادخل نتفليكس واكتب كريس روك وراح تطلع لك. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في الفقره الاسبوعيه من شخبار هوليوود. بالرغم من اني سحبت عليكم اسبوعين صراحه كان الجدول شويه مخربط، ولكن ما عليكم، اي اخبار مهمه ان شاء الله في الفتره الماضيه راح اشاركها معاكم في فيديو اليوم. لكن الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حال انك مهتم في عالم الالعاب والفعاليات الترفيهيه، ترى قناه الالعاب تبعي موجوده في صندوق الوصف، وكل فتره نسوي مسابقات وجوائز وحركات، تقدر تيجي هناك ونظبطك يعني. غير كذا ليتس نوت توك تو ماتش وندخل على الفيديو. كولين فيرل يا جماعة بدأ رسميا قبل كم يوم بتصوير مسلسله الخاص لشخصية البطريق من عالم دي سي، والمسلسل راح يسلط الضوء على شخصية البطريق اللي ظهرت في فيلم ذا باتمان لروبرت باتنسون. فيه شوية صور مسربة وفيه شوية أخبار، ولكن اللي يهمنا إنه المسلسل راح يعرض غالبا في نهاية 2023 أو ربما في بداية 2024، حاجة زي كده. فيلم كريد الجزء الثالث يا جماعة وصل إلى صالات السينما، والفيلم هذا وسلسلة كريد بشكل عام خيار جدا جدا ممتاز لمحبي الرياضات القتالية والملاكمة. قصة الفيلم جميلة وإخراجها جدا رائع وممتع وشيق، وبشكل عام الجزء الثالث قدر يحقق في أول أسبوع من عرضه حوالي 100 مليون دولار. رقم ضخم في عرف الأفلام الرياضية بشكل عام وما فيها كلام. فلو تبحث عن خيار مناسب هالأيام في السينما، تابع فيلم كريد الجزء الثالث، بس قبلها لازم تتابع الجزء الأول والجزء الثاني علشان إيش تكون ملم بأحداث القصة. وبالحديث عن الأفلام اللي وصلت إلى صالات السينما، فيلم ديمون سلاير تو ذا ديمون سميث فيليج توفر في صالات السينما بعد شوية حوسة حصلت له، ولكنه توفر وتقدر تحجز تذاكره الآن في أي وقت يناسبك. وجدير بالذكر أنه الفيلم تم تصنيفه لمن هم فوق 18 سنة، ومدته راح تكون ساعة وخمسين دقيقة. الغريب في الموضوع أنه الفيلم جاته حملتين، حملة تقييمات 10 من 10 قبل ما ينزل، وحملة تقييمات 1 من 10 برضو قبل ما ينزل. وبسبب هالحوسة تدخل على موقع IMDb تكتشف أنه تقييم الفيلم حاليا قبل ما ينزل أو بعد ما نزل بشوية تقييمه حوالي 6 من 10. ولكن كالعادة، وإذا أنتم من عشاق سلسلة ديمون سلاير، تابعوا الفيلم بأنفسكم واحكموا بأنفسكم، لا تتأثر بأي تقييمات قد تكون مزيفة. الموسم الخامس من Stranger Things، المسلسل اللي بدأ بشكل كويس وبعدين ما أدري وش صار يبغى صراحة، راح يبدأ تصويره في شهر يونيو الجاي إن شاء الله. قول كم شهر تصوير يعني، ممكن نشوفه كذا في 2024 غالبا. عن نفسي يعني أكلمكم عن نفسي، سحبت على المسلسل من بعد الموسم الثالث، خلصت الموسم الثالث والمسلسل ما عاد صار يهمني بعد كذا. راين رينولدز يا جماعة صرح تصريح مرة جميل يا أخي، يا أخي هالإنسان تصريحاته تحفة يا أخي. قالوا له يا أخي ما ودك تسوي لنا جزء ثاني من فيلم فري جاي يا اخي؟ قال لهم هي روق امنا انت وياه يا اخي، ليش لازم نسوي جزء ثاني لاي فيلم اصلا يا اخي؟ جزء واحد كفايه يا اخي. الله عليك يا راين، الله عليك يا كبير، الا ليت قوم يفقهون بس يا اخي. يب اقصد نتفليكس وكل شركات الانتاج الطماعين اللي اذا نجح فيلم يروح يسوي منه جزء ثاني على طول. الحلقه الثامنه من مسلسل ذا لاست اوف اس يا جماعه قدرت انها تحصل على تقييمات جدا عاليه واراء ممتازه ومشاهدات تجاوزت 8 مليون في اول يوم عرض لها، فضلا عن تقييم الحلقه اللي الى الان وصل الى 9.5 من 10. يب 9.5 من 10.
وللأمانة يا جماعة أنا تابعت الحلقة وكانت جدا أسطورية وتحبس الأنفاس، والممثلة بيلا رامزي كل ما لها تثبت للعالم إنها فعلا قاعدة تقدم دور من أروع وأجمل ما يكون. والأهم من هذا كله، بالرغم من إنه المسلسل خبص أم الدنيا في كم حلقة وجاب شغلات ما لها أي لزمة ولا أضافت الكثير للقصة، إلا إنه قدر يوصل إلى التوب 21 في قائمة أفضل المسلسلات. يبدو يا جماعة إنه اقتباس قصة اللعبة تم بشكل ممتاز هذه المرة، على عكس المحاولات البائسة اللي حصلت لألعاب ثانية سواء كأفلام أو كمسلسلات. في النهاية Good job HBO. وبالحديث عن مسلسل The Last of Us، الأسبوع القادم راح نودع الموسم الأول من هذا المسلسل. يب، الحلقة التاسعة عزيزي الوجيه راح تكون الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لـ The Last of Us. أتوقع الحين كل شخص حاب يجمع حلقات ومن ذي الحركات صار يقدر يتابع حلقات المسلسل كاملة، بحيث بعد كم يوم يتابع معنا الحلقة الأخيرة. وش منتظر؟ واحد من أجمل وأفضل المسلسلات المقتبسة من عالم الألعاب صار موسم الأول كامل تقريبا بين يديك، ومن الحين أقول لك في كم حلقة ما أعرف وش تبغى من المسلسل، فاعمل حسابك بتشوف حاجات كده بتخليك تقول What the f-. كيانو ريفز يا جماعة يقول انه كان يتمنى يقدم دور شخصية وولفرين. What؟ يب، شخصية وولفرين وكيانو ريفز كيف تيجي انا ما نعرف. اوكي نحبك وشخص لطيف وحبوب صراحة، بس وولفرين لا، وين يا بوي، مرة ملايق. فيلم ذا ويل يا جماعة توفر من فترة بجودات رقمية عالية، ويعتبر هذا واحد من افضل افلام السنة لولا انه هوليوود مصرين يزحلقون اجندتهم من تحت لتحت. عموما الفيلم يعتبر ناجح نقديا وناجح ماليا، تقييمات عالية، جوائز مرة كثيرة ترشح لها وفاز فيها، والعجيب انه ميزانية الفيلم كانت بس 10 مليون دولار وقدر انه يجيب ارباح 35 مليون دولار. قلت لكم يا جماعة خلونا نسوي استوديو ونصنع افلام، ما تسمعوا الكلام، بكيفكم بكيفكم. في فيلم جديد يا جماعة اسمه أند، ويفترض انه لسه ما نزل. ما عليكم من الفيلم، ما هو حكايتنا اصلا، ممكن نسولف عنه بعدين اذا توفرت عنه معلومات اكثر. ولكن الفيلم من بطولة ويليام دافو وايما ستون. تخيلوا يا جماعة انه ايما ستون ضربت ويليام دافو واعطته 20 كف على وجهه اثناء تصوير هذا الفيلم. المشكلة انه كل ال 20 كف كانت مجرد تجارب، كف كفين ثلاثة اربعة الين وصلوا الى 20 كف، والمخرج جالس كده مبسوط وينتظر متى يجي الكف المناسب علشان يحطه في الفيلم. ايه يا ويليام دافو، ما عادش بيقدروك يا ويليام، ما عادش يهابوك يا ويليام، 20 كف يا مخرج يا مفتري. الا ليش كف يا رجال، اول كف يمكن يزبط اصلا، اسمه كف حقيقي كمان. واحد من اكثر الاخبار العجيبه لهذا الاسبوع يا جماعه هو انه اللاعب الارجنتيني ليو ميسي راح يشارك في صناعه فيلم انيميشن او رسوم متحركه لصالح شركه سوني للانتاج. ليو ميسي يا جماعه وضح انه جدا سعيد وانه هذا واحد من احلامه انه يشارك في صناعه افلام او اعمال رسوم متحركه، كونه كان يحبها ومتعلق فيها جدا من يوم كان صغير. وقصه المسلسل راح تكون حول ميسي الصغير او ميسي يوم كان طفل وكيف راح يتخطى عقبات حياته وذلك من خلال لعبة فيديو. الفكرة مش واضحة بشكل كبير للآن، وبعض المصادر تقول انه ميسي شخصيا راح يؤدي صوت شخصيته، واي نوت، حتكون حاجة رهيبة للأمانة. المسلسل بشكل عام راح يكون موجه للأطفال والمراهقين بشكل عام، يعني حاجة تحفيزية وكذا بشكل غير مباشر. ايا كان يستاهل ليو، Good job. فيلم جون ويك الجزء الرابع، ومع اقتراب موعد عرضه تم عرض الفيلم على مجموعة بسيطة من النقاد والجمهور، واحب اقول لكم ان الاراء حول الجزء الرابع من جون ويك كانت مرة تبشر بخير، بل انه بعضهم وصف الجزء الرابع بانه احد اروع وافضل اجزاء السلسلة ان لم يكن افضل جزء على الاطلاق. يا سلام عليك يا جون ويك، هذا الكلام. عموما يا جماعة 20 يوم تقريبا ونشوف الفيلم في صالات السينما، فاربطوا احزمتكم وتجهزوا. الجزء الثاني من فيلم ذا باتمان اللي كان من بطولة روبرت باتنسون، احب أقول لكم انه راح يبدا تصويره رسميا في شهر نوفمبر من هذه السنه، ومن المتوقع انه راح نشوف الفيلم في سنه 2025 وغالبا في بدايه السنه. اي نو مره مشوار، بس على الاقل صار عندنا خبر عن الفيلم ولا كيف. ولكل شخص ما حالف الحظ انه يشوف فيلم افاتار الجزء الثاني او فيلم افاتار ذا واي اوف ووتر، احب اقول لكم انه الفيلم راح يصدر بجودات عاليه بنهايه هذا الشهر. يب، بنهايه هذا الشهر، ما عاد بقي شيء. ومن الحين اقول لك اذا عندك شاشه كبيره في البيت لا تتابعوا اللي عليها، ولا تشوف الفيلم بجودات اقل من 1080 يرحم امك، تصرف. الفيلم يعتمد بشكل كامل على المتعه البصريه، شوفوا بجودات مضروبه اجيك البيت اتضارب معك. اي شوفني كلمت. مسلسل الجريمه والكوميديا باري، لكل المهتمين والمعجبين بهذا المسلسل احب اقول لكم انه الموسم الاخير لهذا المسلسل الرهيب راح يتم عرض اولى حلقاته في 16 ابريل من هذه السنه، يعني تقريبا بعد شهر. وفي حال انك ما تعرف مسلسل باري او ما تابعته، احب اقول لك انه راح يكون خيار جدا مناسب لك في حال انك تحب الاكشن الممزوج بالكوميديا، فجرب تعطيه فرصه يمكن يناسبك. وختاما يا جماعه، الممثل جوناثان ميجرز، قدر هذا الممثل
يمثل أنه يصعد بشكل سريع جدا إلى سلم النجومية والشهرة داخل هوليوود. وفوق هذا كله قدر أنه يحقق رقم جدا صعب يتم تحقيقه، وهو أنه يتواجد في شباك التذاكر ضمن فيلمين في نفس الوقت، وكل واحد من الفيلمين اللي شارك فيها هذه حقق إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار. يا أبو عزيزي الوجيه، أتكلم عن فيلم أينت مان الجديد وفيلم كريد الجزء الثالث. تخيل تشارك في فيلمين وكل الفيلمين اللي أنت مشارك فيهم يتضاربوا في شباك التذاكر العالمي. I mean damn good job والله يا جوناثان الممثل هذا يا جماعة، وتذكروا كلامي راح يكون له مستقبل جدا مبهر. بس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية. كل الأشياء هذه موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.